سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام. في الحدث الأسبوعي أول من أمس أشرنا لأبرز أحداث الأسبوع، ومنها مشروع قانون جديد بين يدي النواب لمناقشته قريبا حول القانون الأساسي للنائب، وها نحن نعود له اليوم محاولين معرفة دوافعه ودلائله وتداعياته، ومن هم بالضبط وراء هذا المشروع. سنناقش ملف اليوم مشاهدينا الكرام من زاويتين. الزاوية الأولى، ويمثلها برلمانيون يرون أنهم في حاجة لامتيازات خاصة، رفع الأجور، جوازات سفر دبلوماسية، قروض بلا فوائد، تعويضات عن السكن والسفر والتأمينات وما إلى ذلك. أما الزاوية الثانية فأصحابه وهم كثر في الجزائر يقولون إن من وراء هذا المشروع همهم مصالحهم، ولا يفكرون في مصلحة الشعب أو المصلحة العامة نهائيا، ومطالب المحتجين والمعتصمين في شتى القطاعات لا تعنيهم. أبرز ضيوفنا اليوم الأستاذ مصطفى بوشاشي، وقد كان يوما ما عضو برلمان وهو محام وناشط حقوقي معروف. أستاذ مصطفى، ما هي أبرز الملاحظات المسجلة على هذا المشروع ولو أنه لم يرى النور بعد، لكنه هنالك حديث طويل حول هذا المشروع، مشروع النائب؟ أعتقد بأن السلام عليكم. وعليكم السلام. أعتقد بأن الإخوة الذين وراء المشروع هم أحزاب الموالاة، أو ربما ليس كل النواب، وهذه المحاولة الثانية، لأن منذ سنتين تقريبا كانت هناك محاولة لزيادة رواتب النواب قامت بها أحزاب أو نواب الموالاة. الأحزاب الأخرى لعلمي أنهم كلهم تبرعوا من هذا المشروع أو هذا المقترح لزيادة الأجور ومزايا النواب. هل هذا الطلب هو طلب مشروع بالنظر لما تقوم به المؤسسة التشريعية في الجزائر؟ أعتقد وبكل صراحة بأن النواب لا يقومون بالشيء الكثير، لا يقومون بالشيء الكثير، بل هي مؤسسة ونواب لتزكية وإعطاء مصداقية لمشاريع الحكومة والنظام السياسي أكثر من أي شيء آخر. يعني في السنوات الطويلة الماضية لم يكن هناك أي مقترح قانون للنواب لفائدة الجزائريات والجزائريين الذي رأى النور. لم تكن هناك تحقيقات في القضايا الاختلاسات في عدة قضايا في أحداث غردايا. على هذه نقول بأن بالنظر للشيء القليل الذي يقومون به لا أظن بأن هناك أي مبرر لزيادة رواتب النواب. على هذه أنا نقول بأن هل الهدف من وراء الحديث عن هذا المقترح في هذه الفترة بالذات هناك مشاريع خفية يحضر لها، مثل تعديل الدستور، مثل ما حدث في 2008 قبل أن يقوم رئيس الجمهورية بمقترح تعديل الدستور ويجمع الغرفتين، قام ب يعني اقترح ونفذ يعني رفع رواتب النواب. هل هذه محاولة لشراء النواب مستقبلا؟ لا أعتقد بأنهم يحتاجون حتى إلى ذلك، لكن بالنظر للعمل الذين يقومون به أعتقد بأن هذا غير مبرر بالمرة. أستاذ مصطفى، هذا المشروع هل سيجد طريقه للنقاش طالما أن وراءه الكثير من أعضاء البرلمان اللي هم أغلبية الآن في المبنى، يعني موجودين جماعة الأفلان وجماعة التجمع الوطني الديمقراطي معنا يشكلون الأغلبية، هذا المشروع سيجد طريقه للنقاش ولا لا؟ لا أعتقد. لماذا؟ لأن يجب أن يعرف الإخوة بأن النواب والمؤسسات المنتخبة في الجزائر هي مجرد ديكور، وهؤلاء بالنظر لكيفية وصولهم إلى البرلمان يعرفون بأنهم مجرد ديكور، ولا يتجرؤون على أن يضعوا أي مقترح ولو كان لفائدتهم إلا إذا أحزاب الموالاة
اللي هي في خدمة النظام السياسي القائم أمرتهم بذلك، ويكون ذلك بإيحاء من النظام السياسي. لكن هل يتجرؤون ويقدمون مقترحات قوانين لفائدتهم؟ لا أعتقد بأنهم سيقومون بذلك إلا إذا هناك إيحاء من طرف السلطة والنظام القائم. طيب أستاذ مصطفى، لم يتسنى لنا الاتصال بمن وراء هذا المشروع، لكن لا بأس بنقل مطالبهم. يقولون نحن أيضا نتعب كثيرا ولسنا من سكان العاصمة، بل نحن من الجزائر العميقة أغلبيتهم، وبالتالي فهم يصرفون كثيرا ولا بأس بهذه المطالب. هم يرون بأنها مطالب مشروعة، الحق في السكن، الحق أيضا في السفر بدل السفر، التأمينات، ولماذا لا المسؤولون الكبار في الجزائر لديهم جوازات دبلوماسية، فلماذا أيضا أعضاء البرلمان لا يستفيدون من الأجور نفسها ومن جوازات السفر الدبلوماسية نفسها؟ هذه ربما حجتهم. نعم، أعتقد لو أن البرلمان أو الإخوة النواب يقومون بعمل حقيقي، يقترحون القوانين، ينشئون لجان تحقيق، ويقومون بعمل حقيقي لفائدة الجزائريات والجزائريين، سيكون طلبهم برفع رواتبهم مشروعا بالنظر للنواب في مختلف دول المنطقة وفي الدول الغربية يأخذون يعني رواتب أكثر بكثير من النائب الجزائري. تحفظي هو أنهم لا يقومون بعمل مقابل الشيء الذي يطلبونه. لو كانوا يقومون بعمل أعتبر بأن ذلك طلب مشروع، ولكن دعني أقول شيء ولأريح ضميري. القضية في الجزائر هناك نوع من التعتيم على بقية الجهات الأخرى والمزايا التي يأخذونها. لا تتحدث القنوات ووسائل الإعلام كم يأخذ الوزير، لا تتحدث وسائل الإعلام كم يأخذ جنرال. لماذا جنرال وزوجته وأولاده لهم الحق في جوازات سفر؟ على هذه عندما فقط نتحدث عن المنتخبين، فإننا بطريقة غير مباشرة نجعل الناس يمقتون كل ما هو نابع عن الشعب. على هذه الموضوعية أننا يجب أن نتحدث فقط، لا يجب أن نتحدث فقط عن النواب، وإنما نتحدث عن كل المراكز المسؤولية. لا يتحدثون كم يأخذ مدير سوناتراك، لا يتأخذون كم يأخذ جنرال، كم يأخذ مختلف مدير الشركات. عندما نقارن بموضوعية نجد بأن أغلب إطارات الدولة ربما في المراكز العليا يأخذون أكثر من النواب. الشيء الذي يعاب على النواب أنهم قبلوا بهذا الوضع، أنهم مجرد ديكور للسلطة القائمة في الجزائر. هذا هو تحفظي. لو كانوا يخدموا ويقدموا مشاريع ويديروا لجان تحقيق في قضايا الفساد الكثيرة والقضايا الأمنية، أنا نقول بأن من حقهم أن يطالبوا بزيادة رواتبهم. يعني بمعنى آخر أستاذ مصطفى، هم أيضا لما وصلتهم هذه الرسالة فهموها على أساس أنه إذا أردتم أن نمرر مشاريعكم أيتها السلطة التنفيذية هذه المشاريع في مختلف القوانين وتسهيل مهامكم، برنامج رئيس الحكومة مثلا، عليكم أن تفهموا أيضا أن أعضاء البرلمان في حاجة لهذه الامتيازات التي منذ سنين هي بين يدي المسؤولين الكبار. نعم، أعتقد بأن البرلمانيين مع الأسف يعني يطمعون أن يعني ترفع رواتبهم على غرار كل إطارات الدولة، والإخوة اللي صدروا مراسيم تتعلق بالوزراء وبعض الشخصيات اللي لا تنشر حتى في الجريدة الرسمية ويتمتعون بجوازات سفر إلى غير ذلك. فالإخوة البرلمانيين قال طالما أننا نخدمكم لماذا لا نستفيد مثلكم؟ أظن بأن هذا هو منطق الأشياء،
وهو منطق تعيس بكل المعايير مع الأسف الشديد. نفكر في مصالحنا الذاتية، والنظام يقوم برشوة الكل للاستمرار ولا يهتم بطموحات ومشاكل الشعب الجزائري. طيب أستاذ مصطفى، يعني هناك من قال هؤلاء إذا كانت مطالبهم مشروعة لماذا لا يؤجلونها لفترة أخرى طالما أن الجبهة الاجتماعية في الجزائر الآن تغلي، خاصة على مستوى القطاعات في الجزائر العميقة. أنت تعرف أنه الكثير من المحتجين والمعتصمين يطالبون بالتنمية المستدامة، يطالبون بالحق في السكن، الحق في التعليم، الطرق المعبدة وما إلى ذلك. أنت تعرف شكواهم وتعرف انشغالاتهم يوميا، إذا بهم يفاجؤون بهذه الانشغالات لأعضاء البرلمان يريدون تحسين أجورهم وامتيازات أخرى، فكيف يجابهون هذه الجبهة الاجتماعية في الجزائر إذن؟ نعم، أنا نقول بأن هذه المطالب توقيتها غير مناسب بالمرة. نعم. لسببين، كما قلت الأول لأن البرلمان لا يقوم بأشياء كثيرة من وضع قوانين لفائدة الجزائريات والجزائريين، لفائدة محاربة الفساد إلى غير ذلك. ثانيا، في ظل انخفاض أسعار البترول في الفترة الحالية يصبح الوقت غير مناسب لتقديم هذا النوع من الطلبات. ثالثا، عندما نلاحظ يعني المشاكل اللي يتخبط فيها الجزائريون في الفترة الأخيرة والاحتجاجات الكثيرة، أعتقد بأن أخلاقيا لا يمكن في ظل الظروف الصعبة اللي يعيشها الجزائريين أن نطالب برفع الأجور. وأخيرا، لماذا نرفع الأجور إذا ما نقدمش أشياء كثيرة يعني؟ نعم. على هذه أنا نقول بأن هذا الوقت غير مناسب، ولو أن ليس فقط النواب هم الذين يستفيدون من مزايا، فقط أريد أن الإعلام لا يركز فقط على منتخبي الشعب، لأننا نرسل إشارة للجزائريات والجزائريين أن لا يؤمنوا بأي شخص منتخب من طرف الشعب. عندما نتحدث عن الفساد، عن المزايا الكبيرة، عن جوازات السفر، يجب أن نتحدث عن الجميع بما فيها رموز النظام ورؤوس النظام السياسي في الجزائر. أستاذ مصطفى، هل يمكن لمكتب البرلمان أن يرفض هذا المشروع، يرفض تمرير هذا المشروع ربما لأسباب يراها شرعية، يراها مناسبة لتأجيل مثل ما كنت تقول لهذا القانون المشروع؟ المفروض أن مكتب البرلمان عندما يكون هناك مقترح قانون يستوفي الشكل، لا يجوز له أن يرفض هذا النوع من المشاريع، وإنما يحال إلى المناقشة العامة. ولكن مكتب المجلس مع الأسف الشديد هي مؤسسة داخل المؤسسة، وهي تتصرف خارج القانون، خارج القانون العضوي وخارج النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. نلاحظ باللي بعض النواب يقدمون مقترحات قانون ليس تعلق برفع الرواتب إلى غير ذلك، وإنما تتعلق بقوانين. مكتب المجلس ينصب نفسه حكومة داخل المجلس ويرفض تمرير مشاريع قوانين. أنا شخصيا عندما كنت في المجلس اقترحت مع بعض الإخوة النواب مقترحات قوانين تمت عرقلتها أمام في مكتب المجلس. على هذه من الناحية القانونية لا يجوز له ذلك، ولكن اعتقادي بأن بالتجربة أن مكتب المجلس يمكنه أن يعرقل هذا النوع من المقترحات والمشاريع. وهو كذلك أستاذ مصطفى بوشاشي المحامي والناشط الحقوقي والبرلماني السابق، جزيل الشكر لك. نبقى دائما في هذا المبنى، مبنى البرلمان. الآن نسمع وجهة نظر أخرى مع الدكتور محمد هادي عثماني، وهو برلماني يمثل التكتل أو الجزائر الخضراء، تكتل الجزائر الخضراء. دكتور محمد هادي، ما هي أبرز ملاحظاتك حول هذا المشروع؟ لا أقول قانون، بل هو مشروع وراءه بعض أعضاء الأفلان بالخصوص. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعلى جميع المشاهدين. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لكم. أشكركم جزيل الشكر على استضافتنا لهذه الحصة. أولا أقول أن هذا ليس مشروع قانون، حتى مشروع قانون معناها روسار يعني متداول في المجلس رسميا، ولكن هذه قضية يبدو لي وراءها جهات معينة. أيوة. لسنا ندري ما الذي تريده، وهو احنا في تكتل الجزائر الخضراء هذا الموضوع بالنسبة لنا يعني ما هو إلا لا يعنيكم. هو لا يعنيكم يعني لا يعنينا من قريب ولا من بعيد، يعني خاصة بالكيفية التي يتداول بها. يعني بعبارة أخرى أنتم في البرلمان ولا علم لكم بما يبيت يعني في من مشاريع؟ مش قضية لا علم لنا بما يبيت، القضية ليست في التبييت، وإنما القضية في أنه الموضوع لم يطرح حتى يناقش. هو متداول عند مجموعة من أحزاب الموالاة، متداول هذا الموضوع منذ مدة، ولكن أثير الآن يعني بكيفية معينة وأنتم تناقشونها وتنول في الإعلام في الجرائد اليوم وما إليه في أيام ماضية، ولكن يعني الحقيقة يطرح كثير من علامات الاستفهام حول إثارة هذا الموضوع في هذا الزمن بالذات، يعني خاصة بكيفية غير الكيفية المعهودة، لأنه يكون مشروع قانون المفروض يكون مفتوح والناس كل في المجلس تطلع عليه. نعم. ممكن يكون من كتل المختلفة وممكن يكون من الحكومة، يعني لأنه كان صيغتين، إما الحكومة أو النواب مجموعة من النواب يطرحون مشروع قانون، لكن لا هذه ولا تلك مارست، إنما مجموعة بالنسبة لنا في غرفة مظلمة تعمل هذا العمل، وبالتالي هو لا يعنينا بهذه الكيفية. هو سبق دكتور محمد الهادي عثمانية سبق أن طرحت هذه المطالب من قبل، لكن لظروف ما أجلت هذه المطالب، وها هي تعود اليوم بغض النظر عما هو سار في الجبهة الاجتماعية التي أريد أن أسمعك بعض هذه الاحتجاجات من قبل المجتمع المدني في شتى القطاعات، قطاع السكن، الأشغال العمومية، النقل. كيف تلاحظ أن أفراد المجتمع المدني من عمال بسطاء إلى غاية النقابيين والناشطين الحقوقيين والسياسيين، كل هؤلاء يحتجون ويرون أن مطالبهم مشروعة، في الوقت نفسه يبرز من يسمون أنفسهم برلمانيين ويريدون امتيازات؟ المواطن البسيط يرى هذه الامتيازات كبيرة جدا جدا. لماذا؟ لأنه مثل ما قال الأستاذ مصطفى بوشاشي، هؤلاء يريدون امتيازات ولكنهم لا يقدمون مقابل لها. طيب الآن سنسمع دكتور محمد هاد، سأعود إليك، نستمع لبعض الاحتجاجات ثم نعود. احنا واقفين اليوم لهناك يوم عالمي تاع الفساد، يعني ضد الفساد هذا، نحن ضد الفساد لهنا، الفساد لهنا ولا عندنا في الجنوب لهنا اكبر منطقه تاع الفساد لهنا، اللي يبغي يفسد يجي الجنوب لهنا، كي مسؤول كي وزير اي فساد لهنا اللي كان ما كانش، كان الناس مكسر اليوم ديورهم، عندهم شحال بيض دراهم تاع بين الهش ما كان، الدراهم تاع المهرجانات ونتاع التمسخير ونتاع الشين كامل كاينين لهنا لهنا، ونحن نحتجوا على الحكره لهنا محكورين، نحن ولاد الصحراء لهنا محكورين، احنا ولاد الصحراء لهنا محكورين، حوش يخرجوا منا كلام واحد لمنا باغيين نقولوا، بصح نبقى ماشيين بالصعيد نخرجوه الكلام هذا، ونحن نطلبوا اليوم نطلبوا كيوم عالمي تاع الفساد، والمرتبه الجزائر صنفوها المرتبه 100 تاع الفساد، واكبر فساد الفساد كان في ولايه الجنوب، وخاصه ولايه تمرات، اهبط من الوالي واهبط لتحت الناس كاع فاسدين، المواطنين كاع سراقين وكذابين، نحن بنسالوا المسؤولين هذو الوزراء اللي جو جايين لهنا يشوفوا المشاريع اللي هنا، يدوهم منا ياكلوهم المشوي وياكلوهم البيتزيات تاع تمرات لنا، شنو شربوا يا ولدي، نحن يعني ونسالوا على الشيء هذا، نحن كيوم عالمي تاع الفساد، يعني المرتبه 100 جافت والفساد مبني لهنا في الولايه هذه، اي مدير فاسد من لهنا يقولوا له باش يطلعوا له الكلاب يمشي لطمراس لهنا، يجي لهنا يجي يكمل على الفساد، نحن بنشوف ونسالوا، نحن ولينا فاهمين ولينا قارين ولينا فاهمين كلش، ضرب ديك الفهم انا فاهمين كلش، ضربك فاهمين كلش، لازم الحل يكون كاين، الحل يكون كانوا مع سلطات عليا، مش مع الوالي هذا، مش مع الوالي هذا، ومش مع المسؤولين الحكارين الكذابين، ومش مع معنا، نحن نطالبوا سلطات جزائريه، جينا من الدار من القصر المراديه، جينا لهنا تحاوروا معاه، وهذه غير البدايه، وكانت صعيد وكان هذا الشيء، ونحن اليوم نتحملوا المسؤوليه كامله 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 لرئاسه الجمهوريه على الناس هذو اللي داروهم لهنا، الناس مفسدين، كان الناس مفسدين، والي حرق رتايا جابوه لنا هنا نصبوه طلعوا له
القلال باش يروح يقعدوه، باش يروح يقعدوه يطلعوا القلال جابوه وين الطماط لنا؟ نحن ما نسالوا شيء، اي مدير فاسد منا جابوه لنا الطماط لنا، نحن نطالبوا بالتحقيق يعني نطالبوا بالناس هادو اللي عندهم الوفود، الوفود الوزاريه اللي احنا اي واحد يعني يبغى يطلعونا في القلال يروح الطماط. هم كاع الناس اللي نحن ما تفهموش، اخر نتاعنا لنا النائبه نتاعنا لنا تحقرت لنا. تحقرت لنا الكلمة اللي قالها لها السيد ما نقدرش نوصفها، كي لحقت المحكمة ولات هي المعتدية، ايش من عدالة هذه؟ عدالة روحها فاسدة، عدالة روحها فاسدة، هذا إرهاب إداري، نحن نطلبوا اليوم نحن كشباب لنا ومستعدين نضحوا ومستعدين نموتوا ومستعدين من أجل القضية هذه، والسلام عليكم. طيب دكتور محمد، هذه عثمانية، هذه نقطة من بحر أو غيظ من فيض كما يقال في اللغة العربية، كيف تلاحظ أنت هذه المسألة الآن؟ هذه الاحتجاجات كنت تستمع إليها، الرجل يتكلم عن العديد من الانشغالات، بدأها بالفساد، بيروقراطية، حقرة، ثم ركز على منطقة الجنوب، ماذا يفعل المسؤولون هنالك؟ ثم هو في الجرائد صباحا يقرأ أن أعضاء البرلمان يطالبون بالمزيد من الامتيازات. والله يا أخي الكريم، أولا ليس كل أعضاء البرلمان، احنا في تكتل الجزائر الخضراء هذه الأصوات رانا احنا بعد عايشينها. أيوة. وظيفة نحن عايش ونرفع في هذه الانشغالات يوميا، وما يمس المواطن يمسنا، وما يسوءه يسوءنا، وما يفرحه يفرحنا، والانشغالات نرفع فيها باستمرار. ولكن راهي هناك أيادي في النظام الجزائري تريد أن تكره الشعب الجزائري في كل ما له علاقة بالديمقراطية لتعود الدكتاتورية إلى أوجها. يكرههم في المنتخبين، يكرههم في النواب، يكرههم في المنتخبين المحليين، وبالتالي واللي يقول لك ما كان حتى حل، الدكتاتورية أفضل. هذا نظام ممنهج، وهذه عملية ممنهجة وعملية إفساد لكل ما هو قيمي في المجتمع الجزائري. النائب له مهام، عنده مهمة التشريع وعنده مهمة الرقابة، التشريع مغلق على النواب لا سيما المعارضة، نحن كمعارضة التشريع مغلق في وجوهنا، أي مشروع نقدمه يرفض دون أن يقرأ ويفرض من مكتب المجلس الذي هو غرفة مظلمة في المجلس الشعبي الوطني، لا يطلع أحد على ما يفعل. حتى قانون تجريم الاستعمار طرح ورفض دون تقديم أي مبرر، رغم أنه أمضى عليه أكثر من العدد المطلوب قانونيا من النواب. الرقابة مغلقة على النواب، لا يستطيعون أن يمارسوا مهامهم الرقابية على أداء الحكومة. وإيش تقول أنت يا أخي الكريم لما لجنة في البرلمان تستدعي الوزير وما يجيهاش الوزير ويتحجج باللي راه عنده شغل؟ نعم. سؤال شفهي للسؤال شفهي يقدم للوزير يجاوب عليه بعد 6 شهور ولا 8 شهور وقد لا يجيب عليه اصلا. للاسف رانا نعيش ديكور ديمقراطيه في الجزائر لا اكثر ولا اقل، اما الحقيقه فهي غير ذلك، ويحبوا يسلطوا الضوء غير على هذا، سلطوا الضوء على كل الحقائق، وانما هذه ورقه هذه الزيادات ورقة طرحت في الساحة لتحيي بعض الأموات في الجزائر من الأحزاب المجهرية لتستغلها كورقة تناضل بها وتخدم بها الحملة الانتخابية المقبلة لا أكثر. طيب يا دكتور، قال احنا أنا رافضين هذا الأمر، رافضينه باش ترجع لهم نفس الشبه مفيد أكسجين، يعني جرعة أكسجين لبعض الأحزاب الميتة في البرلمان باش تعيش بها فيما تستقبل من أيام. قال احنا رانا شعبيين وإحنا ضد هذا الأمر وما نقبلوش، لكن القضية لا تناقش من هذه الزاوية، تناقش باللي رانا جزء من هذا المجتمع، ما يحق للمجتمع يحق لنا، وما لا يحق للمجتمع لا يحق إلينا. طيب يا دكتور، ولا أقل، وإحنا كنواب نطالب من المفروض أهم من هذا أن نناقش مهمة التشريع ومهمة الرقابة. طيب كون يوفر لنا هذا، احنا لا نبحث عن موضوع اخر. نعم سي عثمان. طيب يا دكتور محمد الهادي، يعني نحن حتى لا يقال عنا بانكم تركزون على الراي الواحد وتهملون الراي الثاني، فانا اقول نعم. ان هؤلاء ما تسرب من مطالبهم هم ايضا يرون انفسهم اصحاب حقوق واصحاب مطالب مشروعه، يقولون لماذا بالضبط الجنرال هو وزوجته واولاده يستفيدون بمثل هذه الجوازات الدبلوماسيه ويسافرون في الوقت الذي يشاءون؟ ماذا عن الوزراء؟ ماذا عن المسؤولين الكبار؟ لماذا لا يحاسب هؤلاء وتركزون انظاركم وسهامكم فقط على اعضاء البرلمان؟ ثم يتحججون قائلين بانه نحن كثيرو الاسفار ولا نسكن العاصمه
العاصمة ونصرف الكثير من أموالنا من أجل السكن ومن أجل التنقل من منطقة إلى منطقة والسفر والتأمين والعلاج وما إلى ذلك. لماذا بالضبط تقولون لا يحق لأعضاء البرلمان أن يطالبوا بهذه الامتيازات؟ هذا هو رأيهم. احنا نقول لازم القضية تناقش، احنا نقول القضية لابد أن تناقش في كلية. نعم. في كلية إعادة الاعتبار للمهمة النيابية. النائب لما يستدعي وزير من المفروض يجي الوزير ليسمع ما يطرحه النائب. نعم. النائب لما يراسل الوزارة لابد أن ترد عليه الوزارة، صدق أو لا تصدق أنك تراسل بعض الوزارات، لا أقول كل الوزارات، بعض الوزارات حتى الردود على الرسائل لا يردون عليها. فالقضية تناقش في قانون أساسي للنائب، نعم، مهامه التشريعية كيف يؤدي الرقابة، كيف ينقل هموم المواطنين. والقضايا الآن في الجزائر تحولت إلى قضايا شخصية. لما يكون الوالي هكذا محترم ويحترم نفسه تلقاه يتعامل مع النواب بكيفية، وتلقى بعض النواب لا بعض الولايات لا يولون اعتبار للنائب إطلاقا. وكذلك أقول بالنسبة للوزراء، وكذلك أقول القضية لما تناقش جزئية أو كل يقرأ فويل للمصلين ويتوقف. لكن احنا القضية ما يجبش تكون جزئية، قضية إذا تناقشت الرواتب تناقش على مستوى الجزائريين ككل، يعني كل الجزائريين دون استثناء. تأخذ قضية كي ما يسمى عندنا في الجزائر بالنقطة الاستدلالية، تناقش القضية في هذا الإطار من أبسط مواطن إلى أعلى مواطن، وتوزع وفق قانون يرضى عليه الجميع. هكذا يعني ما يخش. لكن وعلاش يثار الحس فقط على هذه القضية؟ احنا نرفض هذا الموضوع. الموضوع يثار النائب فقط، يعني هو اللي دار مشكلة في الرواتب في الجزائر مثلا، يعني هي مشاكل كثيرة يعني أكثر من هذا. النهب العام، النهب العام هذا اللي نقدر نقوله، النهب العام اللي راهو منتشر الآن في الجزائر، لماذا لا يناقش قضايا هذه السرقات والاختلاسات اللي يوميا نسمعوا فيها؟ وعلاش لا تنصب لها محاكم خاصة كما نصبت في يوم ما محاكم خاصة لجهات معينة، محاكم خاصة للنهب هذا الذي طال كل مكان، الإفساد. الجزائر راهي أنفقت أكثر من 700 مليار دولار، أقول أكثر من 700 مليار دولار في أقل من 15 سنة، ولم يظهر منها إلا القليل القليل جدا. أين ذهبت هذه الأموال؟ أين ذهبت أموال الجزائريين التي يعني راهي شبه دماء الجزائريين وليست أموال؟ أين ذهبت؟ رانا نعيش يعني معاناة كبيرة جدا. وبالتالي لما يناقش الواحد قضية جزئية يبدو كأنه يعني كما قلت يقرأ قوله تعالى فويل للمصلين ويتوقف. كذلك أنه فيه بعض الملاحظات، وهذه الملاحظات تسري على جميع البرلمانيين، هكذا يقولون، ليس قولي أنا، يقولون بأن حتى البرلمانيون الآخرون الذين يعارضون هؤلاء هم ساكتون، ولما يسكتون معناها يقبلون هذه المطالب. كان عليهم أن يرفعوا شعار الرفض لهذه المطالب وأن يحولوا دون مرور مثل هذه المشاريع. بالإضافة إلى ذلك يجب، سمح لي فقط أنا أنقلك يا دكتور، أنا أنقل ما موجود في الساحة السياسية وأنت رد. يقولون أيضا هؤلاء ليست لديهم شفافية، كان عليهم أن يعلموا المواطنين الذين انتخبوهم بمختلف ما يجري في البرلمان، كان مثل ما كنت تقول الآن نستدعي وزيرا لنسأله أو لنوضح له مسألة معينة فلا يأتي، وإن أتى فيأتي متأخر بثلاثة أشهر أو أربعة أشهر. المواطن الذي انتخبك لا يعلم هذا، فكان حريا عليكم أنتم أن تنقلوا مثل هذه الانشغالات، مثل هذه الشكاوى للمواطن، حتى يكون على علم وعلى بينة بما يجري في البرلمان مثلا. لا، احنا عندنا قنوات اتصالنا بالمواطنين ونخبرهم بما يجري ونبلغ اهتماماتهم ونحكي لهم عن ظروف العمل. ولكن نقول لك احنا كما عندنا مثال في الجزائر وانت تعرفه، يقول لك يزيد سبب وزيد يعني. طيب. احنا نتمنى انكم تكونوا حاضرين اذا طرح هذا الموضوع للمناقشه، وسوف تسمعون اصواتنا. يعني في الماضي كانت كل الجلسات نتاع المجلس الشعبي الوطني تبث مباشره على قناه التلفزيون، لكن للاسف الان أغلق حتى التلفزيون أمامها وصارت تسجل فقط ولا تنقل. وإلا كنت نحن نتمناه أنكم تحضروا إذا طرح هذا الموضوع للنقاش. أيوة. وسوف تسمعون آراءنا يعني بكل شفافية. إحنا معنا ما ندرجوا يعني. نعم. معنا ما ندرجوا على الجزائريين الشيء اللي رانا نمثل الشعب ونتكلموا باسم الشعب، وهم الشعب رانا ننقلها يوميا. مراي الجريده الرسميه للمجلس الشعبي الوطني موجوده ومداخلاتنا مسجله فيها بكل وضوح وبكل شفافيه، طبعا وبدون تطرف ثاني. نحاول دائما ان نقول
ما هو غير صحيح نذكره باسمه. قال هذا الشيء غير صحيح وكنقولوا هذا الشيء غير صحيح، مش معناها ما كانش صحيح خلاص، ولكن احنا نضع ايدينا على كل ما نراه ضارا للمجتمع او مؤذيا للمجتمع او مسيئا للمجتمع او لا يتماشى مع قناعاتنا، وهذا هو عملنا باستمرار يعني. ولكن دأبنا على نطرح مشاريع قوانين، دأبنا على ندير اسئله شفهيه، تقريبا الاسئله الشفهيه دائما باستمرار موجوده، دأبنا على هذا العمل رغم الثقل الموجود في البرلمان، لانه للاسف البرلمان الان راهو يعيش يعني حاله الرجل المريض يعني. الدوله العثمانيه يعمل في عمل يعني من المفروض تكون يكون اداؤه يختلف عن هذا الاداء اكثر بكثير بكثير من الذي عليه، لكن للاسف احنا كاقليه ليس لنا الا ان نعارض لا اكثر ولا اقل، ما نقدرش نفعل اكثر مما نفعله، ومع هذا اذا اكتشفنا بلي راه كاين امور اخرى احنا ما لن نتوالى باذن الله في الاشاره اليها وفي تبليغها للمواطنين، وانا متاكد بلي راه المواطنين اللي عندنا علاقات بهم واللي انتخبونا راهم يسمعوا هذه الامور ونسمعوها لهم عن طريق قنواتنا الخاصه. طيب، وهو كذلك دكتور محمد هادي عثمانية عضو البرلمان الجزائري وممثل التكتل الجزائر الخضراء، جزيل الشكر لك، كنت معنا من الجزائر. الآن مشاهدنا الكرام نستمع وجهة نظر أخرى مع الإعلام الجزائري محمد سيدمو. أستاذ محمد، ما رأيك في هذه الضجة التي أثيرت حول هذا القانون أو مشروع القانون، قانون النائب الجديد؟ أليست هنالك أولويات كثيرة جدا عن هذه المسألة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام وبالمشاهدين الكرام. اعتقد انه يعني هذا المشروع القانون او الذي يطالب بزيادات في اجور النواب وعلاوات يعني لم ياتي في وقته، حتى وان كان هناك تحفظات كبيره على عمل المجلس الشعبي الوطني وعلى تركيبته وعلى الطريقه التي جاء بها، الا انه كان من المفروض على النواب على الاقل ان يكون عندهم قدر من المسؤوليه، يعني ان لا يطالبوا بالزيادات في الاجور في هذا الظرف بالذات الذي تشهد فيه الجزائر يعني بدايه لازمه اقتصاديه مقبله بانحدار اسعار البترول الى مستويات يعني غير مسبوقه منذ سنوات، وبالتالي كان حس المسؤوليه يفترض عند النواب ان يجعلهم يبادروا الى اشياء اخرى لمساءله الحكومه حول وضع استراتيجيه معينه لمجابهه هذا الخطر الذي يتهدد الجزائر، مساءله الحكومه حول اين صرفت الاموال التي يعني تم اعتمادها في المشاريع التنميه السابقه، وما هي النتائج التي حققتها، لماذا لم يتنوع الاقتصاد الوطني، لماذا لازلنا في تبعية مطلقة للخارج في كل يعني مستورداتنا. هذا ما كان يجب على النواب أن يتقدموا به وأن يعني يطالبوا به، لا أن يطالبوا بزيادات في الأجور في وقت تعرف الجزائر يعني بداية ومؤشر على انتكاسة اقتصادية ربما ستكون لها آثار مدمرة اجتماعيا وعلى كل المجالات في الجزائر. طيب، ما رأيك في ربما محمد سيد، وما رأيك في هذه المطالب التي يرفعونها؟ هم يقولون بأنها مطالب مشروعة، يعني لماذا بالضبط تركزون علينا نحن وتنسون مختلف المسؤولين في الجزائر؟ في الحقيقة أنه النائب ليس هناك شك في أن النائب في الدول التي تحترم نفسها في الدول الديمقراطية التي لديها ديمقراطية أصيلة ومبنية على قواعد يعني معروفة وبمعايير المعايير المعروفة عالميا، النائب هو مؤسسة، والنائب هو يعني هو ليس مجرد فرد، هو لديه مستشارين ولديه سكرتارية ولديه أجندة يومية ولديه يعني لديه مسؤولية أمام من انتخبه يعني يعرض أمامه ما حققه في خلال عهدته النائبية، وكل ذلك يتطلب مصاريف ويتطلب ميزانية ضخمة، ولكن هذا ليس هو الحال في الجزائر. في الجزائر أصبحت النيابة أو أصبح الوصول إلى البرلمان هو وسيلة للترقية الاجتماعية، النائب عندما يصل إلى البرلمان ينبت تماما عن مدينته وعن الذين ربما انتخبوه ويصبح يعني شخص مقيم دائم في العاصمة ولديه اهتمامات أخرى غير تلك التي
أن يبديها ربما لمن انتخبوه. هذا نموذج النائب الذي فعلا ربما تحرك وحاول استقطاب أقوات، ولكن أغلب النواب يعني حالهم غير هذا الحال، وهم وصلوا إلى 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 مجلس الشعب عن طريق التزوير أو عن طريق الـ 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 يعني الـ أن يكون لهم علاقة برئيس الحزب أو، وبالتالي هناك طرق ملتوية للوصول إلى البرلمان عند معظم النواب خاصة في حزبية الشعبية. هذا ما جعل صورة المجلس الشعبي الوطني أو صورة هذه المؤسسة التشريعية تتدهور في المجتمع الجزائري، وأصبح ينظر للنائب نظرة سلبية جدا، وربما لا يجد النواب الآن من يتفهم مطالبهم بزيادة الأجور. طيب محمد سيد وخليك معنا، نعود الآن لنستمع لبعض مطالب المحتجين والمعتصمين وبالضبط الذين احتجوا في منطقة الجنوب بخصوص ولاية تمراس، ثم أعود إليه. يا خويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه ولاية تمراس يا خويا الشبيبة، راهم الشبيبة راهم همشين كامل، حنا باطنا مجاهدين، جابوا الاستقلال جابوا منا يا استغفر الله حول ولا لا اله الا الله محمد رسول الله. واش نقول لك والله الا واش نقول لك، همشونا خلونا نبيعوا كيف، خلونا ندخلوا للحباس، ما خلوا حاجة نديروها. البنات صغار 99 99 99 يدوا الهش، هاد الهش منين يدوه؟ ما يدوش من البلدية، هنايا ما يدوش من البلدية، يجيبوا دوسياتهم، يجيبوا دوسيات ما عشناهم ويمدوهم الرئيس الأحياء، كيمدوهم الرئيس الأحياء، كيمدوهم الرئيس الأحياء يا اخي، يروحوا لاد ليب يلقاو هذا انه معناتها هاد الهش في البنكة. ما لا هنايا البلدية هذه لازم شوفوا ديروا لها حل، ولا ما درتوا لها حل حنا نديروا لها حل، على خاطر حنا ناس تمراس وعيل تمراس. إيه وإلا ما يشوف إلا ما فرات قاعد يشك، إحنا منا ميتين تحت التراب، رانا منا تحت التراب، منا تحت التراب يا جماعة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. تمشنا والله إلا قعدنا هكا، والله تولوا تسرقوا نولوا نديروا كل شيء بلا خدمة لا والو. اش من لافونير اللي ديكلاري صاي، ما بقاش لافونير هنايا، سيرتو في ولاية تمراس، سيرتو في ولاية تمراس والمعالم تاع تمراس، كي المير كي كاع تاع تمراس هادو سيرتو كاع حاقرينا. واحد يجي يرحم والديك ما او البارح في المحكمة، لله في المحكمة واحد جا من قسنطينة، من قسنطينة مخرجين له هنايا، هاي مخرجين له الإقامة والشهادة، دوز انت تخرج رحم والديك. الواحد من قسنطينة لطمراس تخرج له ورقة زيادة دوز، والإقامة شارع عليها في المحكمة ويقول لك انت خرجتها، هذه بلاد هذه. محمد سيدمو، إذا كان من وراء هذا المشروع مشروع قانون النائب يقولون بأن مطالبنا مشروعة ولا بد أن تمضي إلى الأمام للاستجابة لها، فماذا عن مطالب هؤلاء المحتجين في تمرس في رأيك أنت؟ محمد سيدمو؟ أنا لسه يعني لم أسمع إلى مطالب المحتجين، ولكن ربما أستطيع أن يعني أعرف مما يقولون، لأن ربما معظم الجزائريين سواء كانوا في تمراس أو في غير ذلك هم لا يجدون أي مبرر ربما لزيادات في أجور النواب في الفترة الحالية، لأن استقطابها النائب حقيقة في الفترة الحالية هو بالنسبة لمستوى المعيشة في الجزائر هو راتب ضخم جدا. يعني يكفي أن نقول أن راتب النائب هو 10 مرات راتب الأستاذ في الثانوية، وهو ربما 5 أضعاف أو 6 أضعاف ما يتقاضاه الأستاذ الجامعي، وربما هو 10 أضعاف ضعف ما يتقاضاه العامل البسيط في المؤسسة الوطنية. هذا كله خلق سوارق جمة بين هؤلاء النواب وبين عموم الشعب الذي من المقترب أنه هو الذي انتقدهم، وبالتالي
السياسه الايرانيه التي طبقت في الفتره الاخيره كانت فيها احتمالات ضخمه جدا. صحيح كان هناك زيادات في الاجور، ولكن كان هناك فوارق كبرى تجسدت من خلال هذه الزيادات، وهذه الفوارق هي عنوان للغليان الاجتماعي الدائم، لان في كل مره تشعر فئه داخل المجتمع انها مفترضه رغم زيادات الاجور، لانها ترى فئه اخرى بسهوله استطاعت ان تقتل واستطاعت ان تصعد في السلم الاجتماعي. وبالتالي اتفهم جدا ان يكون البعض رابط في الجزائر لمساله اجور الزياده، ولكن ينبغي الاشاره الى شيء مهم هنا. لا يجب ان نتخذ دائما النواب هم يعني الذين نحرج فيهم الغضب السياسه التي جاريه حاليا في الجزائر، ليس النواب هم فقط المنتفعون من النظام الحالي. تمام محمد سيدمو، فكرتك وصلت استاذ محمد سيدمو الاعلامي الجزائري، جزيل الشكر لكم، تابعنا من الجزائر العاصمه. الان مشاهدينا الكرام ارحب بانضمام استاذ ميلود قادري البرلماني السابق، ولكن قبل أن أبدأ النقاش مع الأستاذ ميلود لا بأس بالاستماع مرة أخرى لمطالب المحتجين دائما في الجنوب الجزائري. بالضبط سننتقل إلى بشار، ولاية بشار، ثم نعود. احنا مخدومين ويت، احنا من سنه 2008 انا خمس عفريات حتى في دار عمري مخدومين ويت حتى حتى من سنه 2008 خلوا غير واحد يهدى حتى حق غير واحد يهدى. واش هذيك دوله؟ هو واش الواليد زايد من ويت؟ احنا من شاء الله هذا الشعب اللي راك تشوف فيه واش هذا هنا اللي راه مضروب في العظم، ما سقناه وزير والي، ما سقناه شي دايره، اللي واحد يبعث لنا واحد حنا ماشي بالو النابه، حنا في الحال كيما تاني من ناحيه قال لي راه مدو من ويت مدو من زاد مدو من زاد ودع من بزاف، كلهم كذوب كذوب كذوب. المورانا بزاف المورانا بلاش بالكذوب بالقهاوي، راه يدي الديار، واللي مش حق نتاع صح ما راه في الزنقه. صحاب واش طالب انت؟ واش نطالب لي يخرجوني من القصر القديم هذا اللي يعني كاري فيه في سيمانات ضو ما شغلتي واكده غير كاري واه من 2008 راني نتبع وانا مكذب الى مواطن يقولوها لي ولا ماشي مواطن يقولوها لي. اجدد الترحيب بك استاذ ميلود قادري، وانت كبرلماني سابق كيف تابعت هذا المشروع الذي وراءه مجموعه من اعضاء جبهه التحرير الوطني وربما من احزاب الموالات ايضا الموالات لمن هم في السلطه، كيف تابعت انت هذا الخبر؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا وقبل كل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. والله يا أخي الكريم بالنسبة للموضوع هذا اللي يتكلم عليه، هو مشروع لم يرى الوجود أصلا حتى في التلت مع بعض النواب، لكن يا أخي الكريم الإنسان يكون منصف. أنا رغم أني في المعارضة وربما متشدد في قضية المعارضة وأرفض فساد النظام وكل شيء، لكن كان أمور ثم طبيعيه ولا اشياء منطقيه لازم يراعيها الانسان. مثلا في قانون النائب، لعل الكثير من الصحافه ركزت على الاجر بتاع النائب، واذا كان طالب الشعب الجزائري بتخفيض راتب النائب عنده حق، لكن لابد ان نقول الحقيقه، هذا القانون عنده تقريبا 12 سنه باقي التحيين، لازم يحدد هذا القانون، لازم نقولوا الحقيقه ونقولوا اذا كنا فعلا نريد الحق لازم نقول الحقيقه. هذا القانون فيه بعض المواد لازم تغير، مثلا نعطيك مثال على ثم للحصر، نعطيك مثال بسيط، يقول احد في احد مواد هذا القانون ولا القانون الاساسي للنائب ان اجر رئيس المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامه يكون موازي لرئيس موازي لمدخل مدخول او راتب رئيس الحكومة. وحنا الآن في التعديلات الوقات ما عندناش رئيس حكومة. هو المنطق يقول أن التحيين مش تغيير ومش تبديل ومش
هذا التحليل بالنسبه للقانون النائب اكثر من ضروره، ضروري، لكن تم التركيز فقط على الزيادات. احنا نقولوا ربما زياده اللي تكلموا عليها منذ سنه كانت زياده خاصه والنائب اصبح يزيد الروح ويطلع ويهبط، وهذا كلام مش مقبول. ربما نعود لكلام الاخ بوشاشي جزاه الله خير، نثمن معظم القول تاعو ان بالنسبه للبرلمان الجزائري مظلوم كما هو مظلوم المواطن الجزائري والموظف الجزائري، لان حيت نتكلموا الان نتكلموا فقط على النائب، لان النائب لعل بعض النواب فيهم ريحه الشعب، فيهم ريحه الشعب، يمثل الشعب في اتصال بالشعب، في لقاء بالشعب، يهز الوصفه تاع المواطن في الصيدليه، بمعنى فيه ريحه الشعب. لكن الكلام عن منظومه الاجور العامه كلها مغيبه. وش هو دخل رئيس الجمهوريه؟ وش هو دخل الوزير؟ وش هو دخل الجنرال؟ وش هو دخل المدير العام؟ هذا كل كلمه عليهم. بمعنى الان هذا النائب اللي ربما احنا الان عندنا تحفظ كبير كبير جدا على النواب الموجودين في المجلس. طيب. كثيرهم وسمي المجلس باسماء معروفه، يعني اسماء باش نقولوا فنانات تبارك، باش ما نقولوش كلام واحد اخر. نعم. لكن المنطق يقول، المنطق يقول ان النائب الان اللي موجود في المجلس الشعبي الوطني لا يستحق حتى العشر من الراتب اللي ياخذوه الان. مش باش نزيدوا له. هذا الذي قاله مصطفى بوشاشي. نعم. قال ان هؤلاء، قال ان هؤلاء يصرفون الكثير ولكنهم لا يستاهلون هذه الاجور التي ينادون بها. لا 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 لا، احنا بالاستمرار كثير، لا هذا كلام غير صحيح. ما يصرفوش كثير يا استاذ، لان كاين بعض النواب تجي المشاريع لا يفتح المشروع اصلا، المشروع ما يفتحوش، مشروع مثلا قانون ولا مشروع ميزانيه ولا ما اصلا لا يفتح. وحنا كنا في البرلمان قبل، كاين بعض النواب لعل نسبه ربما ذاك الوقت كل عهده ينزل الاداء، كل عهده ينزل الاداء. لكن في العهد اللي كنا ربما كنا موجودين، بعد اقول مثلا قريب 40% 30% يؤدي واجب تاعهم، لكن الباقيه المشروع لا يفتح، المشروع القانون كيجي لا يفتح، يجي وقت التصويت قال لك الكتله وقالت الحكومه صوتوا كذا، وكان البرلمان في ذاك الوقت في العهدات يقول لك الاداء كان تبع الحكومه، اما الان ما نقولش هذو مجرد ناس موجودين للديكور في مجلس يسمى المجلس الشعبي الوطني لاداء وظيفه المصادقه على القوانين التي تاتي من الحكومه. رغم هذا الكلام الذي يقوله فان الراتب بتاع النائب في الجزائر لا يساوي الراتب في تونس، لا يساوي الراتب في موريتانيا، ما يساويش الراتب تاع موريتانيا. هذا مش معناه انه ندافع عن النائب، لا. احنا كذا الان كي نجيو نتكلموا على ارتفاع الراتب، احنا نتكلموا اولا عن القانون بصفه عامه، القانون بصفه عامه محتاج الى تحجيم. طيب هذا عن الراتب، هذا عن الراتب والاجور، ماذا عن الامتيازات الاخرى؟ اي امتيازات؟ احنا نتكلموا عن الامتيازات بصفه عامه، الراتب وما حوله، مثلا قضيه السجن، قضيه التنقل، قضيه قروض بدون فوائد. لا شوف اخي الكريم، احنا نجيو نتكلموا على قضيه، لما نشخصوها الان ونحصوها في النائب فقط، نقول لك قضيه النائب ماذا به الان الناس اللي في السلطه ولا الناس اللي في السلطه ولا في الجهاز التنفيذي، ماذا به يركز الكلام على النائب فقط؟ النائب نائب نائب كما قلت لك قبيل في ريح الشعب يتكلموا عليه، لكن ان نروح لامتيازات اخرى، اي مسؤول مهما وصل مثلا قضيه مثلا الجواز الدبلوماسي، تلقى هو ولاده والعائله ويمه وخوه وخاله كل ما كاش مشكل، العائله كل تمشي للجواز الدبلوماسي. احنا ما نقولوش هذا يتمتع به النائب، لا، احنا باغيين نقولوا العداله في منظومه الاجور بصفه عامه، بمعنى انك نجي نهز مواطن والله نهز، اذا قلت الان احنا ديما الدوله تغنى بالله والله السلطه تغنى بالعولمه، قال عولمه، اذا العولمه تقتضي ان الموظف في جهاز البلدي مثل البلديه حارس البلديه نعطيه ما هو مدخوله مثلا في فرنسا مثلا ولا في ايطاليا ولا في بريطانيا، ما دام الان من تعامل قيمه الدينار بالاورو ولا بالدولار، المفروض ان العولمه حتى بالاجور، انا نشوف النائب ونشوف العساس ونشوف الجنرال ونشوف كلهم، لكن الان باش نجيب النائب ونديروا قميص عثمان ونقولوا النائب نطلبوا ما طلبوا مش عارف شنو، كلام غير صحيح.
كلام غير صحيح. احنا انا متاكد ان السلطه لو ارادت تمرير اي قانون لكان لها ذلك دون عنا، دون عنا في الشعب الوطني ما يحتاجوش عنا خلاص، وباش عاد في الامه اكثر واكثر. لكن القضيه بسم المقصوده لعلها الان حتى المشروع لم يقدم كما الان صرح الاستاذ عبد الهادي ان فعلا الموضوع لم يطرح اصلا، مجرد مناقشات يتكلموا على النقاط البلادية انها لابد ان تكون كما هي موجوده في الوظيفه العمومي، هذا مجرد كلام. لكن بالنسبه لقانون النائب، انا كنائب سابق ارى ان تحيينه، لابد ان يحين، لان في بعض المواد اكل عليها الدهر وشري. اسم المواد ماهيش حقيقيه، مواد جوزت زمان وكبت مادة أنت رئيس الحكومة ورئيس البرلمان. طيب استاذ ميلود، يعني حتى لا نكرر الأفكار نفسها، كيف كيف يمكن أن نعيد للبرلمان بريقه؟ كيف يمكن المواطن كيف يمكن المواطن أن يعتقد فعلا بأن هذا البرلمان الذي يمثله في ذلك المبنى هو فعلا فعلا لديه المصداقية ولديه الإرادة لتمثيل المواطن؟ أخي الكريم، هذا السؤال طرح علي منذ تقريبا ساعة في حصة مسجلة في قناة الشروق هنا الجزائر، نفس السؤال. السؤال يجاب عليه بالنحو التالي: لما يحس الشعب أن هذا البرلمان اللي موجود في المجلس الشعبي الوطني ولا موجود في مجلس الأمة يمثله فعلا، فيدرك المواطن ويوافق على كل ما يريد هذا النائب وما يستحقه لاداء مهامه. هذا المواطن لا يعارض ان النائب مثلا يحتاج الى جواز سفر، ولا النائب يحتاج الى سياره، ولا النائب يحتاج كما نتاع موريتانيا ونتاع فرنسا باش يتنقل وباش يمشي، ما تعودش عنده مشكله. لكن المشكله احنا الان خلينا نكون انصاف شويه، نجيبوا حفلات ونجيبوا رقصات ونجيبوا شعب ونحطهم في البرلمان ونطالبوا لهم برواتب نواب، هذا مش معقول. لكن لما نعود للشعب ويكون اختيار الشعب ويحترم اختيار الشعب، وبالمناسبه احيي الاخوه في تونس خاصه بالنسبه لما جرى في تونس حتى من مجلس النواب والدور الاول تاع الرئاسه، نديروا شابو. احنا كجزائريين على الاقل ناخذوا العبره من جيراننا يا اخي، كنا نضحكوا على التوانسه يا اخي ومش عيب، كنا نضحكوا عليهم قال التوانسه بوليسي يجمعهم بوليسي يفرقهم، بصح الان الحمد لله فعلا كان احترام لاراده الشعب. مهما كانت إرادة الشعب، احنا لو نصبوا علينا من كان في المجلس الشعبي الوطني او في البلديه او في الرئاسه مرحبا لما يحترم إرادة الشعب، لكن ان نلعب بإرادة الشعب هي بواحد الطريقه همجيه بواحد الطريقه وكاننا في العصور الوسطى ولا من شعب من العصور، ويجي يقولوا لنا هذا مثل الشعب وهذا رئيس مثل الشعب وهذا برلمان مثل الشعب، لا. لكن الحقيقه نقولها ثم قاطعه أن القانون ولا قانون اللي يصير نايف محتاج إلى تحيين بعض المواد ومواد كثيرة تحين فيه. وهو كذلك أستاذ ميلود قادري، أنا أشكرك جزيل الشكر أستاذ ميلود قادري المحلل السياسي والبرلماني السابق. فقط أريد أن أذكر مشاهدينا الكرام أن برنامجكم التفاعلي صدى الشارع سنبدأه بعد دقائق لنستمع لوجهة نظركم وأفكاركم وطروحاتكم حول الموضوع نفسه. الموضوع هو تقدم مجموعة من أعضاء البرلمان وأحزاب الموالات التي تدور في فلك السلطة حول تقديم أو وضع هذا القانون اللي هو اسمه قانون البرلمان أو النائب للمصادقة عليه، وهو يدعو إلى العديد من الامتيازات التي يجب أن تكون حسب نظرهم في صالح البرلمان وفي صالح النائب. سنعود مشاهدينا الكرام بعد دقائق لنبدأ برنامجكم التفاعلي صدى الشارع.